هل سمعتم من قبل عن بلو ماجوغيل أو أزرق ماجوغيل؟ هذا اللون الأزرق المميز ابتكره الرسام الفرنسي جاك ماجوغيل، وزين بها حديقته المشهورة في قلب مدينة مراكش، وتسمى الحديقة باسمه حديقة ماجوغيل أو جاردان ماجوغيل. وصل جاك ماجوغيل إلى مدينة مراكش عام 1919 ليقع في سحر جمال المدينة، ويحول قطعة أرضية عام 1924 إلى حديقة سحرية ومحمية نباتية يوجد بها حوالي 300 نوع من النباتات النادرة والحديثة، وتم تجميعها من جميع قارات العالم. The garden is a living place. It is not fixed in time. It's constantly changing, evolving. And so what we have also been doing in these past few years is enriching the collection of plants. We had a wonderful botanist come for a few years, Marc Janson, who was the co-curator of the cactus exhibition in the other museum. We have enriched our collection. We have a dynamic young Moroccan group at the head of the gardeners, and as well as other members of the big team here. And I think part of the magic or the mystery or the secret perhaps maybe is that we're always changing, we're always evolving. ما بين 1924 و2024 قرن مضى على إنشاء حديقة ماجوغيل، وقد خضعت هذه الحديقة لعناية ورعاية شديدة لتصبح من أهم المعالم السياحية في مراكش. يعيش أزيد من 900 ألف زائر كل سنة تجربة فريدة في حديقتها ومتحفيها الرمزيين، متحف إيف سان لوران ومتحف بيير بيرجي للفنون الأمازيغية. وأنتم، ما هي أشهر الحدائق الطبيعية في بلدكم؟